الفن التشكيلي من أجمل الفنون اللي الواحد لو تأمل فيها هيحس بجد إن هو فن راقي مبهج جدا. دايما بنتكلم مع حضراتكم على الفن التشكيلي، ولو متابعينا هتبقوا عارفين إن ده ملف أساسي ومفتوح عندنا دايما وبنتكلم في كل تفاصيله. الجديد والمختلف النهاردة في الموضوع إن احنا هنتكلم على حاجة حلوة قوي، على الأطفال ذوي القدرات الخاصة، على العناية بيهم بشكل مختلف. مش بس فكرة ان انت تتكلم بقى على الدمج والنسبة بتاعتهم وتعليمهم، لا، ده احنا بنتكلم كمان على ان احنا نطلع من عندهم الحس الفني اللي موجود، سواء بالتلوين او بالرسم او بالتصوير او بحاجات تانية كتير. وعلى فكرة اكاد اجزم بنسبة كبيرة جدا جدا ان ذوي القدرات الخاصة بيكون عندهم مهارات بدرجة عالية من الاتقان. يعني لو حد مثلا شخص عادي ما عندوش اي مشكله وتقارنه بشخص من ذوي القدرات هتلاقي ان مهارته قد تكون اعلى شويه، لان هو بيفقد حاسه. فسبحانك يا رب، سبحان ربي العظيم، يعني دايما بيحصل فيه تعويض. هي هم كده ليهم يعني بروفيشنال في كل حاجه بيعملوها. طب تعالوا نشوف بقى ايه اخبار الفن التشكيلي مع ذوي القدرات وازاي بيخرج منهم تفاصيل كتير وكمان مهارات خاصه جدا جدا موجوده عندهم. الكابل الحلو جدا، الثنائي الناجح على الصعيد الشخصي والصعيد المهني اللي منورني النهارده، انا بكون مبسوطه بيهم جدا جدا. هم مثل مشرف للفنان المصري وتم تكريمهم في الكثير من المسابقات، مش بس على المستوى العربي ولكن على المستوى العالمي والدولي. الكابل الجميل الحلو اللي انا شخصيا بحبه جدا، اسمحوا لي بقى ارحب بليديز فيرست، يعني سيدتنا الجميله اولا دكتوره علا يوسف رئيس قسم التصوير بجامعة حلوان. يا دكتور أهلا بيكي ونورتيني. أهلا بيك حبيبتي. وطبعا ضيفنا العزيز أستاذ دكتور عادل عبد الرحمن وكيل نقابة الفنانين التشكيليين، أهلا بيك. أهلا وسهلا، نورتنا يا دكتور. أهلا بحضرتك، بحييكوا دايما منورنا. وإحنا بنتكلم على الفن التشكيلي بنلاقي أنه مفيش أجمل ولا أحلى من فنان مصري جميل أخذ تكريمات كتير. يعني حضراتكم أخذتوا أكتر من تكريم وكنتوا كمان بجد مخلين اسم مصر مختلف تماما، لأن أنتوا عملتوا أكتر من حاجة مختلفة. ويمكن مشاهدينا لو تابعونا في الحلقات الماضية هيعرفوا يتأكدوا أن الفنان المصري بصمات واضحة في كل مكان. فدكتورة علا اسمحيلي أبتدي بيكي بقى، أخبار التكريماتنا إيه؟ عندنا تكريمات ولا كنا لسه بقى عشان جائحة كورونا وكده؟ لا، هو الحمد لله في مشاركات كتيرة وخدنا فيها تكريمات وخدنا فيها أوسمة من الأكاديمية العلوم الطبيعية بألمانيا، خدت فيها شهادة تقدير وخدت فيها دبلومة، خدت جوائز تانية من أماكن تانية أخرى مختلفة، وفي مقتنيات في بلدان على مستوى العالم. فدي حاجات يعني بنمارس فيها في الفترة اللي كان فيها الجائحة، بنشتغل عبر التواصل الاجتماعي الإلكتروني. هايل جدا. دكتور عادل، أخبار تكريماتنا وإنجازاتنا ونجاحاتنا، وإيه الجديد اللي دايما حضرتك بتضيفه طبعا للفن التشكيلي مؤخرا؟ آخر تكريم أخدته 22 أكتوبر، يعني من بدأت أيام، اسمه وسام ليوناردو دافنشي. ما شاء الله. من أكاديمية في ألمانيا، طبعا أنا عضو فيها، يعني عضو هيئة التدريس. سعيدة جدا بالتكريم ده، ما شاء الله، اللهم بارك. دايما دايما بتشرفونا، وإحنا الواحد بيحس أنه مش حضراتكم بس اللي اتكرمتوا. يعني بيج رامي لما عمل الإنجاز الرهيب في المجال بتاعه حسينا أن مصر كلها هي اللي أنجزت هذا الموضوع. عشان كده أنا حبيت أهني ضيوفي بتكريماتهم، لأنه أعتقد أنه يعني الفنانين دول هم أكتر ناس يستحقوا التكريم بالمعرفة وبالإشادة بإنجازاتهم. دكتورة علا، لما بيحصل أنه في أي طفل في أي، ربنا يعافي أولادنا جميعا يا رب، في أي أسرة بنكتشف أنه في أي إعاقة أيا كانت، الناس بتنقسم إلى شقين، ناس بتستسلم وناس تانية وبتيأس طبعا، والناس التانية اللي دايما بيكون عندها ثقة في الله سبحانه وتعالى وبتكون متحفزة جدا انها تخرج كل ما هو مختلف ومميز، وبتكون عندها ثقة ويقين انه فعلا الطفل ده عنده حاجة مختلفة عن الطفل السوي العادي. تقييمك ايه للحالة دي، وازاي فعلا قدرنا نستفيد من الفن التشكيلي في خروج هذه المهارات المدفونة اللي محتاجة حد يكتشفها؟ هو طبعا بالنسبة للموضوع دوت، الموضوع في بعض الأسر بتعتبره موضوع شائك،
ففي البعض بياخد الجانب السلبي وان هو بيقتصر على دوت في البيت وما بيتكلمش عن الحاله اللي موجوده عنده. في البعض بيتوجه للجهات المختصه علشان يقدر يستفيد بان هو يطور الحاله ويحاول ممكن يعمل عمليه توازن ويطلع الطفل دوت من المشكله اللي هو موجود فيها. طبعا هي انواع الاعاقات كتيره ومختلفه، كل اعاقه ليها طريقه للعلاج والتناول الخاص بيها. طبعا الفن التشكيلي بيطلع بيظهر لي المشاكل الموجوده دي ممكن بتكون بصوره مبكره. يعني احنا لو خلينا الطفل في البدايه ان هو يشتغل ويعمل بعض الاشكال الرسم او علاقات خطيه او اي حاجه هو شايفها ممكن بتظهر لي الجوانب الضعف او القصور الموجوده عنده. طبعا الفن هو ليه الدور الاساسي، يعني مثلا على سبيل المثال الطفل لما بيجي يرسم ساعات بيشوف الحاجات كلها ابيض واسود، فانا بدرك ده ان هو ما بيشوفش الالوان، في عنده مشكله في رؤيه المجموعات اللونيه او الاطياف اللونيه، فبيشوفها مجرد ابيض واسود، فانا بلحق دوت من بدري وبقدر ان انا اعالجه. دي حاجة. الحاجة التانية في بعض اللي عندهم اضطرابات نفسية واضطرابات عقلية، ده بيبان برضو من خلال الرسم بطريقة مبكرة، فالعلاج المبكر دوت بيأثر بطريقة إيجابية كويسة جدا، ونقدر بناخد بإيد الحالة عشان نوصلها لأفضل ما يمكن عمله بالنسبة له. طبعا احنا عارفين كويس جدا ان هو صدر قرار جمهوري بتاريخ 19/2/2018 من رئاسة الجمهورية لدعم ذوي الهمم ومساندتهم في كافة مناحي الحياة. صحيح. عشان يتعاملوا بأسلوب لائق ومحترم يحفظ كيانهم في المجتمع بتاعنا. ده صدر من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده حاجة مهمة جدا، وبقوا متواجدين في أماكن كتير فبيقدروا ان هم يتكيفوا مع المجتمع اللي احنا عايشين فيه. فبيكون ليه الجانب الإيجابي ان احنا بنقدر نحتوي المشكلة دي وما نخليهاش تخرج عن الإطار اللي ممكن يأثر بالسلب على المجتمع. صحيح. احنا معانا كمان صور على الهواء، انا بس استاذن زمايلي في الكنترول يعرضوا لنا الصور على البلازما الكبيرة، وهنتكلم اكتر بشكل موسع على موضوع علاقة الفن التشكيلي واهتمام كمان الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم وذوي القدرات الخاصة، كل الكلام ده واكتر منه كمان، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا، وقبل الفاصل كنت بكلم مع ضيوفي اللي منورينا النهارده، طبعا اللي بجدد التحيه بيهم دكتور علا ودكتور عادل، اهلا بكم مره تانية. خلوني بقى سريعا اروح لدكتور عادل. دكتور عادل، موضوع ان احنا بنتكلم على الاكتشاف الخاص بذوي القدرات او ذوي الهمم، مش بس مقتصر ان احنا بنقول ان هم عندهم موهبه ولا لا، ده الاكبر والاحلى ان في منهم عباقره فعلا، وحضراتكم بصفتكم استشاريين فنون بالمجلس القومي للإعاقة، فبالتالي عندكم مجال أكبر أن أنتم ما شاء الله تقيموا هذه المهارات وفي مسابقات. احكي لي عن المشاركة دي وكمان بقى عن العباقرة اللي موجودين عندنا من ذوي الهمم. يعني الحقيقة طبعا هو الموضوع اللي حضرتك تكلمي فيه ده موضوع مهم جدا، لأن طبعا تقريبا ما فيش بيت مصري بيخلو أو عائلة مصرية بتخلو من وجود يعني أحد أفرادها بيكون من ذوي الهمم او ذوي القدرات الخاصه. يعني الحقيقه يعني احنا بنتصور ان هم عندهم مشكله صحيه ما او عجزه في جزء في عضو من الاعضاء، لكن ما بناخدش بالنا ان هم فعلا بيبقى عندهم زي ما حضرتك قلت في المقدمه، عندهم ربنا سبحانه وتعالى بيعمل لهم تعويض. صحيح. فبتجد ان هو عنده جزئيه فيها مشكله، لكن في نفس الوقت هو عنده نوع من التحدي، عشان كده احنا بنقول عليهم دايما فرسان التحدي. طبعا مش الكل طبعا، لكن نسبه كبيره جدا بيبقى عندهم فكره التحدي ان هو بيتحدى المجتمع كله، فبيظهر في الاخر ان هو عنده
توجهات فنية وموسيقى وفن تشكيلي وإبداع غير عادي. حتى لما تشوفيه وهو بيتكلم أو بيحكي قصص تكتشف إنك أنت بتعاملي مع واحد فيلسوف فعلا عنده فلسفة. ويمكن أنا في بنوتة أنا جايبة هنا اسمها سالي في أحد المعارض اللي لسه فتحينها من أيام يعني أنا والدكتورة علا. فالحقيقة اندهشنا من مستواها الفني. احنا إذا كنت بنتفرج على بيكاسو ما شاء الله. والله شغل في منتهى الجمال. احنا معانا صور ليها؟ معانا. طيب استاذن زمايلي بس يحضروها في الكنترول. اسمها سالي هي الملف اسمه سالي. فنانة جميلة جدا وهي بتحكي حتى بقى يعني مش مجرد انها بترسم. طبعا احنا مش بنتفرج وبس لكن بنسأل دايما الفنان هل حد بيساعدك؟ طب انت عملت اللون ده ازاي؟ طب بتفكر في ايه؟ لان برضو عشان ما يبقاش حد بيرسم لحد صحيح فيبقى فيها نوع من الخداع يعني. فاكتشفنا فعلا هي اللي رسمة وهي اللي بتبني وهي اللي بتلون وبعدين وراها بقى فلسفة وتقعد تحكي لك وهنا والإنسان وعلاقته بالحياة والحب والمش عارف ايه. يعني حقيقة حاجة مبهرة وحاجة جميلة جدا. فبشكل عام في عباقره في هذا في ذوي الهمم وعلى مستوى العالم وعلى مستوى مصر. يعني احنا عندنا فنانين ونجاب برضو ملف ببعض يعني مثلا على مستوى الادب مثلا هيلين كيلر. الصور معانا يا دكتور. عندنا هيلين كيلر عندنا طه حسين. دي سالي احنا بنتكلم عن سالي. الحقيقه يعني هي في اولى جامعه. يعني متميزه جدا. يمكن عندها صعوبه شويه في التحدث او صعوبه لكن عندها تفكيرها واعي جدا وما شاء الله ذكاء وعندها فكر كده وعندها فلسفه جميله جدا. يعني دي من اللي انا شايفها حاجه متميزه جدا ونحاول بقدر الامكان اللي ليه دور يقدر يعمله نتعاون معاها ان هيبقى ليها مستقبل كويس ان شاء الله. صحيح. كلهم يعني. اشرحي لي كمان يا دكتور عن باقي المتسابقين وسالي ازاي اكتشفتوا التميز اللي عندها. هي سالي في اولى جامعه في الجامعه الامريكيه وبتدرس هي في مجال الفن التشكيلي فبتعبر عن الاعمال بتاعتها من خلال رؤيتها الخاصه. يعني هي بتشوف وبتطلع وبيدوها طبعا محاضرات وحاجات زي كده عشان تقدر تعبر عن الاعمال بتاعتها. فبتدي اسلوب واضح وكويس جدا عن المجموعه اللونيه عن اسلوب التحليل التقنيات ففاهمه حاجات كتيره جدا عنها. هي الإعاقة اللي عندها الداون بيأثر شوية بسيطة بس ممكن تعبر عنه بأسلوب كويس لو في متابعة. فأنا بحيي الأسر فعلا اللي هم بياخدوا بإيد أولادهم ويشجعوهم ما يقولوش خلاص ده هو في قصور لا يقعد جنبي في البيت لا ده بيساعدوها وبيروحوا معاها ويوصلوها ويجيبوها. يعني هم شابو ليهم كلهم صراحة إن هم بيقدروا ياخدوا بإيد أولادهم عشان يقفوا على أول الطريق. باقي المتسابقين بقى بيتم اختيارهم إزاي؟ المهارات اللي حضرتك شفتيها بتشجعهم إزاي حتى بعد ما يخرجوا من المسابقة؟ هل بيبقى فيه متابعة؟ طبعا. هو بالنسبة للولاد احنا بنعلن عن التقدم للعرض وبيقدموا الأعمال بتاعتهم من خلال لجنة بنختار المجموعات اللي هي فيها تذوق فني عالي أو رؤية فنية كويسة وبنقدر إن احنا نساعدهم ونشجعهم إن هم يعرضوا في المعرض. لما بيتجمعوا مع العارضين احنا مش بنعمل معرض خاص بس لذوي الإعاقة أو ذوي الهمم. احنا بنعمله المجموعة من الفنانين اللي يحب يشارك وبنخلي فيه كل المجالات اللي يحب يشارك. صحيح. فبيبان بقى المستويات بتاعتهم وكونهم إن هم ينخرطوا مع المجموعة ككل ده في حد ذاته مكسب هايل جدا طبعا. علشان ان هو يحس ان مفيش اي قصور ان هو بيعرض مع كل الفنانين. فده مكسب رائع بالنسبة لهم. طبعا هو في ناس تانيين غير سالي في الاختلاف الاعمار اللي بيعرضوا في فنانين حاصلين على الدكتوراه. يعني عندنا كان في طالب هو دلوقتي مدرس دكتور في جامعة الازهر درس عندنا واخد الدكتوراه ومستوى شغله هايل جدا وبيرسم حاجات بيرسمها بايديه من عن طريق بيلصق الفرشه. دكتور رضا فضل بالمناسبه وله برضه له صور هنا يا ريت نشوفها. وبيرسم حاجات بيحط الريشه او الفرشه في البق ويشتغل بيها ويعمل الشغل بتاعه مميز جدا وليه طابع حلو قوي ما شاء الله.
دكتور حضرتك قلتي نقطة مهمة كمان، هو فكرة ان احنا نهتم بالتفاصيل الصغيرة اللي ممكن تخلينا نكتشف قدرات اولادنا. وقد ايه دكتور عادل حضرتك شايف انه حتى من الناحية النفسية ده بيفرغ الطاقة اللي عند الطفل، وانه يحس انه في مساواة ما بينه وما بين باقي الاطفال. واحنا برضو شايفين ان احنا معانا صور هيتم عرضها حالا على الهواء، بس لحد ما نعرضها بشكل اوضح اشرح لي يا دكتور النقطة دي قد ايه بتبقى فارقة قوي مع الطفل. بالنسبة لإيه؟ إنه الفن التشكيلي أو إن هو ينخرط في وسط الأطفال التانيين بيخرج القدرات اللي عنده. الطفل ذوي الهمم هو عنده مشكلتين، مشكلة في التواصل مع اللي حواليه، ومشكلة أخرى إنه ممكن يكون عصبي شوية. فعشان نقدر يعني الفن أو الفنون بشكل عام هي من أفضل الوسائل اللي ممكن تخرج واحد من هذه الفكرة، لأن هي الفنون طبعا هو برضو التعبير عن نفسه ضعيف وقليل. بالزبط. فالأقرب حاجة تخليه يعبر عن نفسه لما يكون اللغة بتاعته ضعيفة أو الكلام بتاعه صعب مش مفهوم، فيبقى أحسن حاجة بيعبر من خلال الفن، بيحط أشخاص معينة، بيحط طريقة في الألوان، فبيبقى تعبير عن نفسه. في نفس الوقت بيعمل تواصل مع اللي حواليه. احنا معنا الصور هي كمان يا دكتور. في نفس الوقت فكرة الاندماج اللي صحيح. هي برضو دي ممكن يكون بيعاني منها. ان احنا ما احنا هدفنا في الاخر ان احنا يبقى في اندماج في المجتمع ويبقى زيه زي اي طفل اخر، فعشان يندمج يبقى لازم برضو من خلال الفنون اقعده في وسط مجموعه ويبتدوا يناولوا البعض الخامات، هات اللون ده، خد اللون ده، نعمل كذا، انت بترسم ايه، انا برسم كذا، فيحصل نوع من التفاعل والتواصل والاندماج اللي هو اساسا يعني من اهم الاهداف اللي بيهدف اليها الاسره يعني اهله او التربويين ان هم يحققوها بالنسبه لذوي الهمم. دي ورش بقى دكتور ولا دي ايه؟ اشرحوا لنا. والله دي نماذج مختلفه لناس من سواء من بره او في مصريين طبعا. في كانت منا اللي فاتت دي، منا دي يعني عايز اقول فنانه كمان في فنون جميله على فكره. ما شاء الله. يعني هم بيدخلوا في كليات فنون جميله، ويعني التميز مش كلام، ده التميز ده هو ده حقيقه. يعني تدخل امتحان قدرات وبتنجح وبتدخل وتبقى دارسة وخرجت فنون جميلة وتفهم في الألوان وفي العلاقات وتعمل شغل مبهر. احنا حريصين انا والدكتورة علا في حاجة مهمة جدا، يعني احب اقولها، حريصين جدا ان كل لما نيجي نفتتح معرض او حد يطلبنا لمشاركة في اي فعالية ان لازم يكون فيها نسبة من ذوي الهمم. فالحقيقه الناس برضو بتحب الحكايه دي وبتتفاعل معانا، وبيبقى دايما متواجد عدد معين من ذوي الهمم بنشوف شغله في وسط الناس ونعمل له اندماج وتواصل وتعبير ونبقى سعداء بيه، ويعني بنسعده وبنرسم الابتسامه برضو على وجوههم. يعني ده هدف يعني مهم. كنت عايزه تعلقي كمان يا دكتور على الصوره البنوته اللي كانت بترسم ببقها. في كتير من بعض الحالات بيرسموا عن طريق الفم وبيرسموا باسلوب هايل جدا، لا ما فيش اي فرق بينه وبين اللي بيرسم عادي. فبيدي انطباع حلو جدا وبيكون مركز وبيديني الرؤيه بتاعته. بس هنا اختيارها للمجموعه هنا مش مختاره غير الابيض والاسود، فده حاله نفسيه ومؤثر عليها ومخليها بتشتغل الاسلوب ده. المفروض اللي بيبقى وياها اول مره بيسيبها تطلع اللي عندها، وبعد كده يوجهها علشان تخرج اللي جواها وبتعمل باسلوب كويس. وده احنا بنطبقه من خلال الابحاث العلميه اللي احنا بنعملها على مستوى العالم. اجرينا عده ابحاث علشان نقدر نطور من العلاقه اللي موجوده لذوي الهمم وازاي ان احنا نعالج ده. يعني انا استخدمت في نظريه اوكولاس ان انا استخدمها ازاي اخرج المشكلات الخاصة بالقدرات العقلية والنفسية لدى اللي عندهم مشكلة يعني في القدرات العقلية دي. ده من خلال النظرية دي، وبستخدم معهم الواقع المعزز والواقع الافتراضي علشان أقدر أوري له حاجات. أولا بعمل تغذية عن طريق الإبصار، بيقدر أن أنا أفيده وبعدي له معلومات مكثفة عشان يقدر يستفيد بيها. كل ما بشتغل وبعمل على العقل كل ما برفع من مستوى القدرات العقلية عنده. وفي حاجة تانية اللي هو عنده حالة نفسية، ما بستخدم اللي هي نظارة أوكولاس دي، النظارة بتديني واقع افتراضي، أنا بشوف النقاط اللي هي فيها تأثير على الشخص دوت، وبحاول أجيب له أفلام بيشوفها من خلال النظارة أوكولاس وبينفعل ويتعاطف معاها، وبعد كده بيرسم لي الرجع بتاعي اللي هو من خلال العمل الفني. فده بيكون ليه تأثير إيجابي جد كبير جدا، وبيحقق طفرة في العلاج بالفن. صحيح.
دكتور عادل، طيب المتابعة كمان مهمة جدا بعد ما بيكون في مشاركات وفي تكريمات، انكم تتابعوا هذه الحالات وتكتشفوا حالات جديدة. ازاي بتقدروا توصلوا للناس؟ يعني بتعرفوا منين فعلا؟ وانا عاجبني فكرة المصداقية اللي في المسابقة، انا حضرتك قلت واشرت النقطة ان انتم بتناقشوا في الرسمة، لو حد بيرسم لحد بتعرفوا. التواصل بيتم ازاي؟ لو حد عنده طفل من ذوي الهمم يتواصل ازاي؟ احنا الحقيقه بننتمي لجروبات كتيره مرتبطه بذوي الهمم، منها مثلا ما يسمى بمهرجان الابداع الفني، وكنا كان في لقطات ليه هنا واحنا بندي فيه بنلقي فيه محاضرات. احنا يعني رؤساء الشرفيين للمؤتمر وبنلقي فيه محاضرات زي ما كان موجود في الصور. رئيس المهرجان دوت دكتور عيد البجربي، هو تخصص تخاطب، والحقيقه لامم جامع مجموعه من ذوي الاحتياجات الخاصة من كل أقطار مصر، يعني من كل شرق وغرب وشمال وجنوب، وعامل حالة غير عادية في مصر يعني بشكل كامل، وجايب مجموعة من الخبراء في كل المجالات. يعني في مجال الفن التشكيلي أنا في أنا والدكتورة علا برضو وزملاء آخرين، في مجال الموسيقى جايب كبار الموسيقيين في مصر، في مجال المخرج مثلا مصطفى الدمرداش، محمود فوزي ابن الفنان محمد فوزي، حفيد الفنان محمد فوزي، والفنانة كانت ستونة كانت معانا، يعني عدد كبير جدا من فنانين اللي هم عندهم حب العطاء. يعني هم مش هياخدوا مقابل، لكن هم عندهم حب العطاء ان هم يكونوا في لجان تحكيم ويحضروا ويتابعوا، فبنكتشف المواهب وبعد كده بنعمل الجروب ده. وبيبقى لنا علاقة بالأمهات اللي هي في الغالب دايما الأم، يعني عايزين نركز شويه على النقطه دي، يعني في الغالب شويه الام اكتر حد بيبقى مهتم بالطفل ذوي الهمم، فبيبقى دايما متواصلين معاهم، بتقول ان هو بيعمل كذا، طب اعمل له ايه، وتيجي تحضر كل الفعاليات اللي احنا بنعملها، ويحصل الحديث ويحصل نشاط، بحيث ان فعلا احنا بنحاول بقدر الامكان اللي نقدر نقدمه يعني. صحيح دكتور، حضرتك قلت لي نصيحه غاليه حتى واحنا اثناء الفاصل، يعني ما ينفعش ابدا ابخل على مشاهدينا بيها، هي فكره الاكتشاف المبكر لبعض الاعاقات او المشاكل خصوصا البصريه. حضرتك قلت لي انه لازم الواحد يكتشف في الاول، وليها طرق معينه والام تركز فيها عشان بعد كده بيكون علاجها صعب لو اكتشفناها متاخر. فاذا انك توضحي لنا النقطه دي، وحتى ازاي الام لو في طفل من ذوي القدرات تعرف هو رايح لاني ناحيه. هو طبعا الام زي ما تفضل وقال الدكتور عادل، هي بتبقى دايره اهتمام الطفل علشان هي بتقعد معاه 24 ساعه. صحيح. فشايفه كل الرياكشن بتاعه طول اليوم، حالته ايه، طبيعي مش طبيعي، في اي تاثيرات معينه من خلال اذا كان في ضوضاء بتاثر عليه، اذا كان في مثلا حاله معينه بتثير اهتمامه، كل ده بيخليها تنتبه وتعرف ان هي وراها حاجه. فانا بفضل ان هم اي حد منهم لما بيكتشف حاجه زي كده يتجه مباشره للجهات المعنيه او الجهات المختصه، سواء اذا كانت عيادات خاصه او حاجات خاصه بالدوله. الدوله دلوقتي طبعا وفرت لهم حاجات كتير، وفي وزارات كتيره معنيه بالموضوع دوت، وبتساهم في مساعدات خاصه بذوي القدرات. بالنسبة للي هم عندهم أي حالة بتكتشف بدري، زي ما قلت لحضرتك في الأول، إن هم ممكن يشوفوا عنده بيشوف في حاجة اسمها اللي هي الاعتام البصري، بيشوف الألوان، يشوفها أبيض وأسود، ما يشوفش درجة الأطياف اللونية ككل، فطبعا دي سهلة أوي إن هي تتعالج ببساطة في الأول. بعد كده هو بيبقى صعب إن هي تتعالج. الحاجات الخاصة فيها قصور في القدرات العقلية. القدرات العقلية ديت في بتتواصل مع الدكتور عشان بيديها بعد حاجات المغذيات زي بي 12 وبي 9 وبي 6 وإي، دي كلها فيتامينات بتأثر على تنشيط الذهن علشان يقدر يستجيب معايا للمدركات. وبيبقى في رياضة بصرية ورياضة حركية، الاثنين دولت بيساعدوا على تنمية القدرات العقلية، فده ممكن أتتابعه مع الحاجات الفنية، سواء إذا كان تشكيل بالفن مثلا، تركيب مكعبات، بناء معماري أو طينة أو صحيح. يعني مش شرط ألوان فقط. نصايح حلوه جدا غاليه جدا، انا بشكركم الثنائي الناجح المشرف جدا لمصر، بشكركم شكرا جزيلا دكتوره علا يوسف رئيس قسم التصوير بجامعه حلوان، شكرا
جزيلا نورتيني. وطبعا المتألق دايما في مجاله الأستاذ الدكتور عادل عبد الرحمن وكيل نقابة الفنانين التشكيليين. شكرا جزيلا نورتوني. كل مرة هبقى مستنية تكريمات أكتر، كل مرة هبقى مستنية أن اسم مصر دايما يكون مميز على مستوى دول العالم، سواء يعني كان في الفن التشكيلي أو غيره. بكون سعيدة جدا جدا بالمصريين اللي بيتميزوا جدا في مجالاتهم. ركزوا مع أولادكم، وأنا عارفة أن دول أحب حاجة لينا، حتى لو كان اختبارنا في أن يكون لينا طفل من ذوي الهمم، دي نعمة كبيرة جدا جدا. صحيح. ربنا يا ربي يجعلنا من الشاكرين الحامدين لهذه النعمة، ونقدر فعلا نهتم بيها. وربنا مع كل أم وأب، ربنا أنعم عليهم بالنعمة دي، وربنا يحفظ لنا أولادنا جميعا. أنا بشكر زميلتي الجميلة دينا هاني اللي شاركتني النهاردة في تقديم الحلقة، وبشكر حضراتكم على حسن المتابعة. بكرة إن شاء الله هيتجدد اللقاء مع حضراتكم بإذن الله. في نهاركم نهار جديد. تحيات فريق العمل، وإلى اللقاء.